تحدثنا قبل الفاصل عن الكتابات على الجدران الأستاذ محمد، أنت باحث في التاريخ العماني، ما العقبات التي واجهتها سواء في موضوع الكتابة على الجدران أو كذلك في موضوع الشواهد على القبور وأنت تؤلف هذه الكتابات وتحفظ لنا رصيدا من التاريخ العماني؟ نعم، بالنسبة للعقبات نتحدث ربما بشكل أوسع عن العقبات التي نعاني منها بشكل عام، ليس كباحث بنفسي أو معظم الكتاب والباحثين العمانيين الذين يسيرون في نفس المسار أو المساق في الكتابات التاريخية. بالنسبة للكتابات على سبيل المثال، عقبات الكتابات على شواهد القبور كثيرة، وأذكر من تلك العقبات المتحدثة عن كتابات الشواهد. حقيقة هناك كثير من الشواهد تم إخراجها من المقابر بشكل عام، وهذا الإخراج بدعاوى كثيرة، منها بعض الناس يحتفظون بتلك القطع وتلك الشواهد والآثار بحجة الخشية عليها والخوف عليها من السرقة أو من التلف أو ما أشبه ذلك، فيحتفظ بها ويصبح الملك شخصي، لا يصبح تاريخ لعمان أو لكل شخص يتردد لذلك المكان. فعندما ينقل ذلك الشخص بحجة المحافظة على ذلك الأثر أو تلك القطعة إلى بيته، فإنه يحتفظ بها، وربما بعد ذلك هو يعني ينتقل إلى بيت آخر، أو لا قدر الله يموت، أو قدر الله سبحانه وتعالى أن يموت ذلك الشخص، فإنه في هذه الحالة يذهب تلك القطعة ويذهب ذلك الأثر نتيجة لتفكيره ونتيجة لما ما ينظر إليه هو شخصيا على أنه المحافظة، بل بالعكس ذلك لا يعتبر محافظة على تلك القطعة وذلك الأثر، وإنما يعتبر إتلاف وإخفاء لتلك القطعة. فهناك قطع انتقلت إلى التصرف الشخصي أو الملك الشخصي مع بعض الناس، وحقيقة وجدت بعض الشخصيات أو الأشخاص الذين عندهم قطع ويحتفظون بها، وبعضهم لا يسمح أصلا بالاطلاع عليها ويحاول التهرب عن إظهار تلك القطع وتلك الآثار، وهذه تبقى إشكالية حقيقة للباحث الذي يرصد، لأن ذلك الشخص هو أخذ تلك القطعة ليس باحث أو كاتب أو مؤلف، وإنما هو للحفاظ الشخصي، أن لو كان مثلا ينشرها أو يشهر عنها هذا شيء آخر لا بأس، بحيث أنه يكون باقية تلك القطعة ويطلع عليها كل الباحثين والمهتمين، يعتبر من آثار عمان. نعم. أضف إلى ذلك هناك بعض القطع والآثار سواء تعلق بالمقابر بشكل خاص أو بغيرها، تكلم بشكل عام، هناك بعض الآثار العمانية انتقلت إلى بعض الأماكن، هذه الأماكن ربما متاحف أو ربما جهات خاصة جهات رسمية إلى غير ذلك. هذه القطع معظمها لم يشهر عنها ولم تدرس ولم تضاف إلى التاريخ العماني، وإنما أخذت أو أزيلت من مكانها وأصبحت في الكواليس أو خلف الكواليس، وأصبحت في مخازن وأصبحت في مختبرات أو في أماكن يحتفظ بها ولا يعلم عنها أي شيء، وربما موصدة بمفاتيح. هناك ربما نفهم من كلامك الأستاذ محمد أن هناك تقصير من الجهات المسؤولة في الحفاظ على هذا التاريخ. نعم، هناك خاصة فيما يتعلق ببعض الجهات هناك محافظة، لكن هذه المحافظة ربما نقول بأنها محافظة ليست في لم تؤطر بإطار صحيح، خاصة إذا كان يحتفظ بها ولا يتم نشرها. أنا مررت بعدة تجارب وأذكر تجربة من هذه التجارب فيما يتعلق بشواهد القبور، وهذه حقيقة وأنا مارستها وعايشتها ومرت ربما أحداثها وحلقاتها ربما 9 سنوات أو 8 سنوات. هناك بعض الشواهد أزيلت من مكانها وأخذت في شيء من الجهات الخاصة، وعبارة عن مجموعة شواهد، هذه الشواهد منها من نزوة ومنها من الرستاق ومنها من العوابي وادي بني خروص خصوصا، ونقلت إلى ذلك المكان أو تلك الجهة. هذه الجهة وضعتها في المخازن، وضعت هذه القطع وهذه الآثار المأخوذة من المقابر في المخازن. هل تمت دراستها؟ لم تتم دراستها. هل تم إخراج هذه الشواهد وهذه القطع للمحافظة عليها وليطلع عليها المجتمع والأجيال، وهو ملك ليس خاص كما قلنا لعمان، وإنما هو ملك للعرب والمسلمين كامل بشكل عام،
لم يتم إخراجها. أنا حاولت بعد أن طلعت على أن هناك بعض القطع تم إرسالها إلى تلك الجهة، ذهبت على أمل أن أضيفها إلى كتابي التاريخ المحفور على شواهد القبور، وكان هذا تقريبا الكلام قبل 8 سنوات من الآن، وتم التحفظ والتمنع وقالوا لا يسمح بتصويرها، وأن هذه خاصة وأن الجهة الموجودة فيها هذه الشواهد هي من حقها أن تقوم بدراستها وأن تعتني بها وتحافظ بها، وأنت لا دخل لك ولا شأن لك بهذه الشواهد، فمتى شاءت هذه الجهة أن تقوم بإخراج هذه الشواهد فلتخرج هذه الشواهد، وإن لم تشأ فلا حق لك ولا علاقة لك بالموضوع. فطلبت يعني من جهة أكبر على أساس تسهيل الإجراءات من أجل تصويرها، وبالفعل تم التجاوب على أساس تصوير هذه الشواهد على أمل إضافتها في كتاب التاريخ المحفور كما هو الآن الكتاب، والناس يطلعون ويستفيدون من هذا الكتاب، وربما تبنى عليه حقائق ويتعرف الناس وخاصة الباحثون والمؤرخون لكثير من الشخصيات والأعلام إلى غير ذلك من هذه الأمور. ولكن مع الأسف ماذا أقول، يعني ربما يعني هناك انفصام ربما بين أعلى الهرم في الجهة أو المؤسسة، وهذا ما نعاني منه، ونجد كل شخص يعني يعتبر نفسه هو المسير وهو الأمير وهو الرئيس وهو المدير في تلك الجهة، فهذا أمير وذاك أمير وذاك أمير، ولا تعرف مع من تتجه حتى تحصل على مبتغاك وأنت باحث وكاتب ومؤلف. فعلى أي حال تم الإعاز من تلك الجهة لأولئك من أجل السماح لي، ولكن مع الأسف اعتبروها نكاية بهم وأنه شكوى ضدهم وتم التمنع أكثر. على أي حال أنا توقفت تلك 9 سنوات نعم بعد تلك الفترة شيء. بعد تلك الفترة توقفت لأمور، فلم يخرج الكتاب طوال تلك المدة 8 سنوات تقريبا. الكتاب منذ انتهيت منه فرغت منه، هذا كتاب تاريخ محفور على شواهد القبور، ثم بعد ذلك أتت الهمة والحماس على أساس إخراج هذا الكتاب إن شاء الله في المعرض القادم هذا، وطلبت منهم مرة، رجعت التمست من الجهة هذه على أساس تصوير هذه الشواهد وإضافتها للكتاب تكون مثل بقية الشواهد الموجودة، ولكن مع 8 سنوات 9 سنوات كانت الذاكرة عند رجعت بهم إلى ذلك بأن شكي أنها كانت هناك شكاية ونكاية بهم، وأنه لا يسمح لك بالتصوير، وأنه قد فات الأوان وغلق الباب وسكر الباب علي، وتركت الموضوع، اجتهدت قدر المستطاع وبما استطعت من يعني جهات مسؤولة ورسمية وأشخاص، استعان بأشخاص للتوسط، فلم يتم الاستجابة، فما أنا صانع